اخر قسم في جزء الشغل والطاقه والقدره، تعالوا نبص على افكار المسائل اللي فيه. لو ضعف الشغل مبذول على جسم ما من طاقته الحركيه، نخلي بالنا من ملاحظه جانبيه هنا، ان الشغل بيأثر على الطاقه الحركيه وليس السرعه وليس الحركه. فلو الشغل ضعف على جسم ما فبيضعف طاقته الحركيه. من نظريه الشغل والطاقه، الشغل المبذول على نظام ما يؤدي الى تغير في طاقه النظام، في الطاقه مش في الحركه ولا السرعه. طيب تعالى نثبت دوت. هو بيقول لي هل لو الشغل ضعف الطاقه الحركيه هل السرعه بتاعته هتتضعف؟ تعالى نشوف. طاقته الحركيه الاولى كانت نص ام في واحد سكوير، طاقته الحركيه الثانيه بتساوي نص ام في 2 سكوير. طيب هو المعطى بيقول لي ايه؟ ضاعف من طاقته الحركيه، يعني كي اي 2 بيساوي 2 كي اي 1. طاقته الحركيه النهائيه بتساوي ضعف طاقته الابتدائيه. طيب تعالى نعوض بكل واحد بقيمته. نص ام في 2 سكوير بيساوي 2 في نص ام في 1 سكوير، ديت الكي اي ودي الاتنين. طيب يبقى نص ام في 2 سكوير بيساوي ام في 1 سكوير، والام هتروح مع الام لان نفس الجسم فنفس الكتله. طيب فتبقى السرعه النهائيه او السرعه الثانيه تربيع بتساوي 2 في 1 تربيع. فتقول لي اهو السرعه ضعفت، اقول لك لا، السرعه هي الفي 2 فقط. فهناخد الجذر، هيبقى جذر 2 وجذر الفي 1 تربيع اللي هو في 1. عشان كده هل يضاعف سرعته؟ لا. واذا لم يكن كذلك فما نسبه تغييره للسرعه؟ هتبقى نسبه تغييره ان الفي 2 بتساوي جذر 2، او نقدر نقول ان الفي 2 بتساوي 1.4 في 1، مش هيتضاعف، هيبقى 1.4 بس، يعني ما جابش حتى مرة ونص منه. طيب رقم 16، يدفع سالم جسم كتلته، يبقى هو مديني الام مسافة، يبقى دي الدي، على أرضية بقوة أفقية، يعني الجسم اهو بيدفعه بقوة، الجسم اتحرك في نفس اتجاه القوة، تبقى السيتا بزيرو، ومديني الاف. مقدار الشغل يبقى الدبليو بتساوي اف في دي كوزين سيتا. يا ترى هنستخدم انهي اف؟ هو مديني الكتله، يعني مديني الاف جي لما اضرب ام في جي، ومديني قوه مقدارها 80. برافو، هستخدم القوه اللي في اتجاه الازاح، يبقى بتساوي 80 في 10 ب 800 جول. يبقى هو جايب لي ال 20 كيلو جرام ديت عشان يلخبطني، لكن الشغل بتاع الوزن هيبقى بزيرو. طيب 17، افترض انك تدفع سيارة متوقفة واثناء حركة السيارة بتحتاج الى قوة اقل واقل كي تستمر في الحركة. معنى كده ان القوة غير ثابتة. خلال اول 15 متر تناقصت قوتك بمعدل ثابت من 210 ل40، فما مقدار الشغل اللي بذلته على السيارة؟ ارسم رسم بياني. طبعا لازم يقول لي ارسم رسم بياني، يا اما هيجيب لي الرسم. طيب بنرسم رسم بياني ما بين ايه وايه؟ بنرسم رسم بياني ما بين القوة وما بين الإزاحة، قوة بالنيوتن والإزاحة بالمتر. تعالى نترجم الكلام اللي هو قاله على الرسم. خلال أول 15 متر، يعني من 0 ل15 متر، تناقصت قوتك بمعدل ثابت من 210، كان من الزيرو انت قوتك جامدة 210، بعد كده قوتك قعدت تقل 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 لغاية لما وصلت عند 15 متر إلى 40 نيوتن. فما مقدار الشغل؟ قلنا طالما في عندنا رسمة والقوة غير ثابتة، يبقى الشغل يساوي مساحة الشكل أسفل الرسم. يبقى دي كده أول نقطة وصلنا لها. تاني نقطة اللي كلنا هنتلخبط فيها، هتقوم عامل لي كده وهتبقى مساحة الشكل أسفل الرسم اللي هي دي، وتنسى المساحة دي كمان.
يبقى مساحة الشكل كله اللي أسفل الرسم، اللي أسفل الرسم عمل لي شكلين، شكل مستطيل وشكل مثلث. يبقى رقم واحد ده مثلث، يبقى الشغل بتاعه نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة اللي هي 15 في الارتفاع اللي هو، دي تركية تالتة، الفرق ما بين 210 والأربعين. تمام. الشغل التاني اللي هي مساحة المستطيل ده، مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول اللي هو قد ايه؟ 40 في العرض اللي هو قد ايه؟ 15. هجيب الشغل ده والشغل ده واجمعهم، هيبقى ده مجموع الشغل المبذول خلال هذه الفترة. طيب نخش على رقم 18. يحمل ناقل اساس تلاجة كتلتها 185 كيلو، يبقى مدين الام، الى شاحنة نقل بدفع التلاجة بسرعة ثابتة الى اعلى منصة تحميل منحدرة عديمة الاحتكاك، طولها 10 متر وبزاوية ميل قدرها 11 درجة. يبقى هو بيدفع تلاجة مسافة 10 متر على منحدر بزاوية 11 درجة. ما مقدار الشغل الذي يبذله ناقل الأساس على التلاجة؟ طالما بسرعة ثابتة فمعنى كده ان القوة اللي هو بيدفع بيها بتساوي وزن التلاجة، ولكن انهي مركبة للوزن؟ برافو، المركبة الأفقية. فاكرين من الفصل اللي فات كان الوزن بيبقى نازل لتحت كده زي ما شرحنا، هو مديني الام فهضربها في الجي، فهيبقى الوزن 185 في 9.8، ده كده الاف جي. وهنقول تاني، الوزن بيتحلل لقوة رأسية وقوة أفقية. القوة الرأسية اف جي كوزاين ثيتا اللي هي زاوية الميل، والأفقية اللي هي اف جي ساين ثيتا. إذن القوة اللي هو هيأثر بيها عشان يرفع التلاجة بمعدل ثابت هتساوي قوة الوزن اللي لو انا سبتها هتقع بيه، زي التفاحة كده بالظبط، هي وزنها 1 نيوتن، عشان ارفعها بأثر بنفس القوة. التلاجة ديت لو انا سبتها تنزل تحت تأثير وزنها اللي هي القوة الموازية، فبرفعها بنفس القوة، وبالتالي الشغل بتاع الراجل اللي بيزق هتبقى اف جي ساين ثيتا، دي كده الاف في الدي اللي هي 10 متر في كوزاين ثيتا، هو بيزق لفوق والدي كمان لفوق، يبقى الثيتا بينهم بصفر، يبقى كوزاين صفر بواحد، فهتطلع 185 في 9.8 في ساين 11، ده كده كلها الاف في الدي اللي هي 10 متر، ونطلع الناتج. طيب رقم 19. تسقط كرة كتلتها 0.18 كيلو جرام مسافة 2.5 متر، يعني مدين الام ومدين الدي، ايه الشغل اللي هتبذله قوة الجاذبية؟ هادي الكتلة، الجاذبية بتجذبها لتحت اللي هي قوة الوزن اللي هي ام في جي، والكرة كمان بتسقط يعني الازاحة بتاعتها لتحت مسافة 2.5 متر. إذن الشغل اللي بتبذله قوة الجاذبية بتساوي الاف اللي هي اف جي في الدي، يعني هتساوي الام في الجي في الدي، وطلع الناتج، لان الثيتا بينهم بصفر، كوزين صفر بواحد. طيب هل يعتمد الشغل اللازم لرفع كتاب الى رفع عالي على مقدار سرعة رفعه؟ الشغل بيعتمد بس على القوة اللي انت بترفعه بيها، والإزاحة اللي هيترفع عليها، والزاوية ما بين القوة والإزاحة. طب هل تعتمد القدرة اللازمة لرفع الكتاب على سرعة رفعه؟ اه طبعا، مش احنا استنتجنا ان القدرة بتساوي F في V، وبالتالي بتعتمد على السرعة. طيب رقم 21. يرفع مصعد كتلة إجمالية، يبقى دي الكتلة اللي بيرفعها المصعد، ده وزن المصعد، فعشان يرفع الكتلة ديت هيأثر عليها بقوة بتساوي الوزن اللي هي ام في جي، ومديني المسافة اللي هي الدي خلال 12.5 ثانية اللي هي التي، يبقى القدرة
بتساوي اف في دي على تي، والاف هنا اللي هي ام في جي ضربتها في دي على تي. يبقى هضرب 1.1 × 10³ في الجي اللي هي 9.8 في الدي اللي هي 40 متر واقسم على 12.5 هيجيب لي القدرة. طيب رقم 22، ترفع رافعة شوكية صندوق بمقدار 1.2 متر، يعني هو مديني الدي، وتبذل عليه شغل 7. يبقى هو مديني الدي ب1.2 متر والشغل ب7. هنا نفس الغلطة، هو مدهاني بإيه يا شباب؟ بالكيلو جول، يبقى لازم أضرب في 10³ عشان تبقى بالجول. طيب الدبليو بتساوي اف في دي. طيب هو مديني الدبليو ومديني الدي وعايز الاف، يبقى هقسم ده على 1.2 وده على 1.2، يبقى الاف هتساوي ده على الآلة. ماشي، بس هو مش عايز الاف، هو عايز كتلة الصندوق. بعد ما جبت الاف، الاف بتساوي ام في جي، فهقسم اللي انا جبته ده كمان على الجي اللي هي 9.10، وبالتالي الام، يعني ممكن نقول ان الدبليو بتساوي الاف اللي هي ام في جي في الدي، وبالتالي الام بتساوي دبليو على جي في الدي. الدبليو اللي هي 7.3 على جي اللي هي 9.8 على الدي اللي هي 1.2. وبكده نكون غطينا كل الأسئلة اللي موجودة في درس الشغل والطاقة بجميع الأفكار اللي موجودة. يا رب كل الأفكار تكون واضحة وبسيطة، وخطوات الحل واضحة وبسيطة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.